ينالهمش الطلب بتاعهم في أنهم يكونوا حاضرين معانا على موزايكا فام، يستناو دورهم واحدة واحدة لأنه عندنا ضغط كبير متاع تليفوناتي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. مرحبا. الاسم المستعار أختي؟ أماني. أماني مرحبا بك. قداش عمرك يا أماني؟ عمري 5. أماني سكر لي الراديو أمان، كان بحذاك الراديو سكره. لا لا مش بحذي حتى الراديو. فما حاجة أخرى عندك؟ تليفوني نقص. لا فما راديو، فما قريبة التلفزة قريبة الحاجة. لا وحدي في البيت أنا ديزاين. مرحبا بك. مرحبا بك. لا لا تتكلم بالكيت؟ لا نحن نتكلم بالكيت. أما زي لا بروميير فوا اللي نحكي فهمت ولا لا؟ مش على لا بروميير فوا اللي تحكي، فما تزنزين هكا قاعد نسمع فيه هذاك، علاش وبارازيت ما يخليش الصوت يوصل بالقدا بالقدا. مرحبا بك دونتوليتا. يا لالا قلت شنو اللي مسهرك الليله وخليك ما ترقدش؟ والله سي علي هو برشا حاجات، انا ما تبيش نختصر ونحكي لك الحكايه اللي مقلقتني برشا والكل. انا سي صافي لونتون تروازون اللي تخطب، وخطيبي نحبه برشا هو كيكي. ما يحكي لي بالاول ساعه من الاول. بالاول والله معناها حبينا بعضنا، ديجا عرفنا بعضنا بر فيسبوك. تعرفت عليه على الفيسبوك؟ هي طلعنا معناتها نصوم دو لا ميم ريجيون، من نفس الجهه. ايوه اي، وبقينا بعضنا عرفنا بعضنا. انا كنت ياسر، احنا من الاول عندنا كل واحد عنده اتجاه، فهمتي علاش؟ باش نكون لك من الاول واضحه، فهمتي؟ شو الاتجاه؟ هو اللي هو معناه اوفير برشا، فهمت ولا؟ انا محافظه. هو اوفير كيفاش؟ ما عندها معناه عادي، ما يمشي مع بنات من درشنيك الحكايه تبوكم، فهمت ولا؟ انا معناه عمري ما معناتها حتى مره نقرا انا معناها في الجامعه والكل كل عمري ما قريت حتى مع انسان، جيت حتى كل عرفتهم جيت ان نكونوا معناها نمشوا نعملوا قهوه كل شيء، وما عنديش في مخي اني فما مره تمشي مع راجل، فهمت ولا؟ مي ابار معناتها لي رولاسيون اللي صاروا لي في حياتي والبنات والكل والكل، ديما يقولوا لي هكا تمشي معناها متعقده، وعليه ما تمشيش معناها تخرج، وعليه ما تمشيش مع خطيب مع قبل الساعه. فهمتك. من بعد معناها قبل أن تخطبوا يعملوا لي معناها صاحبتي عليه ما تمشيش معاهم من درشنية، فهمت ولا؟ قلت أنا عليه معناها هي حاجة عادية، أون بليس أنا عندي فيها ثقة وقتها. أول هو خطيبك، شو خطيبك من حقك أنك تخرج معاه ومن حقه أنه يخرج معاك، ما أنت رفضك أنك تخرج معاه ما فهمتوش؟ مش رفضي، ما رفضي اني معناتها نمشي معاه للدار وحدنا. اي هكاك، اي لا هكاك معاك بيان سور. اي هو قال لك امشي معايا للدار؟ اي بعمل دفعه. انت قلت له لا؟ انا قلت له لا، وبعث لي مره ميساج تعركنا عليه والكل والكل، ديما معناها بعد قلت انا عليه تو هو معناها نيته صافيه والكل، فهمتوا؟ معناها ما نصورش اللي فما حاجه معناها عليه، ما تخلينيش معناها اني انا مشيت معاه. مشيت معاه؟ اي ولينا معناها عادي، معناها بور لبريميير فوا. بعد كيفاش؟ معناها بالنسبه للمرات الاولانيين، فهمت ولا؟ ما فهمتكش تقصد؟ معناها كي نمشي معاه من الاول عادي، ما تنطيب فطور من تسمية نبقى مع بعضنا وكل ما تنفمش ما فهمش حاجه معناها زايده بالحق معناها. من بعد ولا هو ديما يحكي لي من درشنية اللي انا معناها عادي راني مع تاريخ ومراه ماهيش سير، فهمتك الحكايات فوقهم الكل. انا واللي قلقوني على الاخر، وليت نحس روحي معناها كنت شنو الحكايه بتاعتي كل حتى مره ما تنسيت الحكايه كل ما يشدني تسيف، فهمت ولا؟ شنو؟ شدني تسيف، فهمت؟ كهو من بعدك الحكاية هيك. لا شنو ما انت قلت لي شدني بالسيف، يعني اغتصبك غصبا عنك يعني؟ اي بدون موافقتك ولا رضاك؟ بدون موافقتي. لا قاومت ولا ما قاومتوش؟ قاومت، ومن بعد
الطرق. صوتك مش واضح، صوتك مش واضح، مانيش نفهم فيك. قلت لك ساعه على قهوه من سنين ما نجمتش وصارت لي صار كله واستسلمت. كاهو لا المفروض ما فاتش الحكايه. ما ريت زعلان. المفروض تخرج مغادي تمشي تشكي بيه سامحني. اصلا ريت احنا في بلاصه محافظه وكنا منيش معناها انتي طفله باش تشكيو في المحاكم ومدري شنو ومدري شنو ومدري شنو. دونك خفت. انا خفت على روحي وخفت على دارنا خاطر ريت احنا مخطوطين في الجي وباش نعرسوا في السيف راهو السيف هذا عرس. سيف هذا عرسكم ساره باهي كملي من بعد كي خرجت. انا مرفت على الاخر وزعما بدا برمت وزعما ما عادش باش نكمل نقرا باش نروح والكل. قعدت تقابل انت وياه ولا؟ هي بقينا نتقابلوا عادي معناها. في الدار ولا مش في الدار؟ لا مش في الدار. مش في الدار. ما تكررتش الحكايه هذيك مره اخرى؟ لا ما تكررتش. ولا مره. ولا مره. معناها يمكن يجي يحسني يقول لي راك انت بدلت معايا وما عادش تحبني وما ادري على مانيش نسمع فيك بالكذا ما نقعد في بلاصه فيها ريزو. وي ساعه لا تسمع فيك هكا نسمع فيك قرب التليفون شويه ولا اوكي ساعه. انا ملي صارت الحكايه هذيك حسيت روحي اللي انا بدلت كومبليتمون. انا ولد عندي ريت وليد الانسان ازاي كنحس معناها ما نعرفش حتى مثال كنخمم حتى تو باش نعرس والكل يعني حتى في الدار يبدو يحضروني والكل وانا باش ما هي عنديش الفرحة نتاع الانسان اللي انا هي تحب تعرف بالحق جيت اني انا نزر بنحب نعرف خطط تلك الحكايه هذيك وليت معناها مقلقة على الاخر وديما نخاف اللي انا معناها بالحق حتى مرات وصلت قلت له راني انا كان نعرف اني باش نبقى معاك معناها بعد العرس وكل انا نخاف اللي انا باش نطلق معناها من بعد. ما علاش باش تعرس اصلا؟ خاطر باش نعرس على خاطر انا ما نجمش نعيش بالحكايه هذيك. يعني انت توا خطيبك اغتصبك قلت لي وعرسك في الصيف وباش تعرس بيه وبعدها تطلقه هذيك هو اي ريت على لانك ما عادش نجم تعيش معاه من اصله علاش باش تعرس؟ انا هذا سؤالي. انا نحب نعرف على خاطر ما نجمش نعيش معناه وإلا صارت لي الحكايه ذيك ما نعرفش يمكن هو ديما يقول لي راهو بعد لا نعرف وتو تتبدل الحكايه والكل مين هنا فور لو مومون معناها بالحق انا نحكي معناها خاطر على الاخر توجعت وصلت معناها صبرمت وصلت حاجات معناها برشا انا ازاي اول مرة في حياتي نوصل اللي انا نتكلم معناها خاطر معناتها سايم قلبك فاض ما عادش نجم اي جملة ما حكي حتى الحكاية ما نزلت نحكي حتى لحد معناها. وعلاش حكيتها لي انا والموزايك؟ خاطر هذيك يعني انا ديما سمعت مرتين ولا ثلاثة البرنامج والكل حسيت اللي فما برشا عباد مظلومين معناها اكيد اكيد فما برشا عباد مظلوم معاك في هذا وانه الحل الوحيد اللي انا معناها نفرق قلبي معناها تحكي تحكي باش تنجم تتنفس سينو ما تنجمش خاطر وليت نحس روحي اللي انا وليت مخيف من اي حاجه وليت بالحق وليت مأثر عليا الحكايه على الاخر على الاخر على الاخر معناها وليت مصيب البرد وليت بربي نسألك سؤال أما خير ستاتيو نتاع اون فام نتاع مرأة سيليباتير عزباء وإلا مرأة مطلقة في ذهنك أنت؟ أريد أنا بالنسبة لي أن يكون الإنسان مطلق توكاهو معناها وفيه معناها المكتوب فهمت ولا خطر أما إنسان عزباء وهي في بيتها لها شوك انا امبوسيبل لو حتى كان طلق مش نجم نعاود ولا تو معنا حتى ما انت متاكده باش تعرس به الراجل هذا وتطلق من بعد انا هذا اللي ما فهمتوش اي معنا بور لو مومون هذاك هو اقتناعي اما هو ديما يقول لي اللي من بعد معنا كان عارف ولا بدل الحكايه ومن انت ماكش مصدق الحكايه
أنا في داخلي مش مظبوطة خاطر الوزيعة هذيك نزلت لتوا معناها والسيتياسيون نزلت لتوا حتى مرات نبدا معناها نبدا نقوم معناها واضح واضح واضح. علاش طلبتني؟ أنا طلبتك باش تعرف قلبك راه قلبي وكهو فرهدت شوي الحمد لله الحمد لله يا رب يا لله مرحبا بك وليك زينة وتصبح على خير أختي عايشة ميرسي يلا نواصلوا مع بعضنا ماضي ساعة 21 دقيقة على موزايكا فهم سرك في بيت نستقبل مكالماتكم الهاتفية على رقم 71 113 ألف راجعين